أستاذ رامي، رأيك برضو كده قبل ما نخش بقى في الجديد، وفنيا بتشوف إزاي برضو الأهلي استطاع إن هو يفوز بهذه الجدارة، خلينا نقول يعني قلب الدنيا الشوط الثاني تماما التوقعات كلها. في نفس الوقت لو حاولنا مقارنة ما بين سريعة ما بين فنيات كولر وفنيات فيريرا، خلينا نقول النادي الاهلي اتعامل مع المباراه بشكل افضل من النادي الزمالك. يمكن الشوط الاولاني كان الفرقتين خايفين من بعض او متحفظين مع بعض. صحيح. النادي الاهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير، وطبعا حصل على بطوله الدوري اخر موسمين، وبالتالي كانت الامور صعبه جدا جدا على سواء المدير الفني النادي الاهلي او المدير الفني النادي الزمالك. ولكن النتائج الطيبه اللي حققها النادي الاهلي في الفتره الاخيره بمقارنه بنادي الزمالك، يمكن من بدايه السنه دي ما حققش اي فوز، تعادلات ما بين تعادلات وخسائر، فبالتالي كانت الامور صعبه جدا على نادي الزمالك. اعتقد كولر اتعامل مع المباراه، ذاك المباراه بشكل جدي، عرف النقاط القوه والضعف داخل نادي الزمالك، استطاع طبعا ايقاف اثنين من اهم اللعيبه سواء زيزو او امام عاشور. انا بعتبرهم من افضل اللعيبه اللي موجوده، وهم مفتاح نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت دي. لعيبه النادي الاهلي نازله من بدايه حتى الشوط الاولاني، حتى لو ما كانش فيه هجمات بالنسبه للنادي الاهلي خطر على مرمى نادي الزمالك، ولكن عندهم حافز كبير جدا ان هم يوصلوا المسيره او الانجازات اللي حققها كولر. كولر قاد النادي الاهلي من شهر 9 السنه اللي فاتت لم يلقى النادي الاهلي خساره وحيده، يمكن اتعادل في 4 أو 5 مباريات، وباقي المباريات كلها حقق ما مكسب بقى، ما بين دوري ابطال افريقيا، ما بين كاس سوبر، ما بين كاس مصر القديم، ما بين كاس مصر النسخه الحاليه، ما بين مباريات في الدوري. دي كلها مؤشرات بتاكد ان كولر، وانا قلتها قبل كده، كولر اول ما جه النادي الاهلي لا الراجل باين عليه كويس من اول مباريات له، مؤشرات كده بتبان المدرب ده كبير ولا لا ولا لا. وده اللي كان حصل مع سواريش، ناس كتير اختلفت على سواريش ان هو ما كانش له بصمات. كان النادي الاهلي بيمر بازمه فنيه، كان في تراجع في المستوى في بعض المراكز، ولكن سواريش ما كانش له البصمه اللي تديك امل ان هو ممكن يحقق حاجه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ولكن النادي الاهلي اتعامل مع المباراه بشكل جدي، حتى تغييرات كولر كانت افضل بشكل كبير جدا من فيريرا. فيريرا يمكن عمل تغيير في بعض المراكز، ده ادى ساعد النادي يعني كمان المسلوسي. يعني انا من الناس اللي ما فهمتش ليه حمزه المسلوسي، ويمكن بعد خروج المسلوسي يمكن الاهداف اللي احرزت في من في نادي الزمالك من بسبب خروج المسلوسي، وبالتالي بالزبط. النادي الاهلي كان افضل في هذه المباراه. يمكن لو بصينا لمباراه الاهلي والزمالك، الزمالك لم يسدد الا كره واحده على مرمى محمد شناوي من خلال تصويبه من خلال المنطقه. دي كانت قويه بصراحه، بس قويه، ولكن تعامل معاها محمد الشناوي بشكل اكثر من رائع.